composition of the opposition delegation is not yet known. And ما تزال تركيبة وفد المعارضة غير معروفة حتى الآن. كذلك فإن قائمة الدول والمنظمات مثل جامعة الدول العربية وغيرها التي سوف تدعى ليست معروفة بعد. سيكون هناك لقاء ثلاثي آخر يجمع الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والأمم المتحدة يعقد في جنيف في 20 من الشهر الحالي، وسيتخلله نقاش كامل حول نتائج المشاركين وأمور مثل جدول الأعمال. ومن نتائج ذلك الاجتماع سيتمكن الأمين العام من إرسال دعوات، وهذا لم يكتمل بعد. Be able to send out invitations. That has not happened yet. That's still a work in progress.